يقول الكثيرون أن أهم وأكبر الإنجازات في العراق هو كثرة العطل والمناسبات، حيث أن العراق حطم الرقم القياسي بعدد العطل الرسمية حتى وصلت إلى ما يفوق النصف من فترة العام الدراسي. كل ذلك أثر في سير الحياة وخاصة العملية التربوية في العراق، وذلك نظراً لعدم اكتمال المناهج الدراسية في نهاية السنة، ويؤدي ذلك إلى تدهور في المستوى الدراسي للطلبة، وسببا لانخفاض المستوى التعليمي في العراق بسبب كثرة العطل الرسمية والطارئة، ولما لها من تأخير وضرر بالنسبة للعراقيين عامة والتلاميذ بجميع المراحل الخاصة. فهل يعتبر ذلك من الفوضى؟ في بلد احتل المركز الأول بين دول العالم في عدد أيام العطل، والتي تصل وفق قانون العطل الرسمية إلى 150 يوماً في السنة، ما يرى فيه الكثير من الخبراء استنزافاً للاقتصاد العراقي، حيث يحتل العراق مركز الصدارة في تنوع المناسبات الوطنية والدينية والعطل الرسمية وغير الرسمية، وقد أضيفت إلى هذه المناسبات عطل أخرى غالباً ما تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية. وتقدر خسارة البلاد حسب دراسات اقتصادية خلال 7 أيام من العطل بنحو 30 مليون دولار. ويبدو موقف المواطن العراقي من العطل بين مؤيد ورافض لها. ويقول أعضاء في البرلمان العراقي أن كثرة العطل في العراق تؤثر بشكل كبير على المستوى التعليمي والتربوي ولجميع المراحل الدراسية، مضيفة إلى أن التعليم الآن أصبح متدني المستوى بسبب اللامبالاة التي زرعت عند التلميذ وعائلته بسبب كثرة العطل والمناسبات وازدحامات الطرق التي تحدث بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة، تعتبر سبباً كبيراً في تأخير الالتحاق بالمدرسة. الأمر يحتاج إلى إعادة الحسابات بكثرة هذه العطل التي تفوق عطل كل دول العالم. التعليم أصبح يحتاج إلى إعادة بناء هيكلته من جديد، وحسب قانون العطل الرسمية الذي أقرته الحكومة، فإن المواطنين يتمتعون ب 150 يوما من العطل الرسمية سنويا، وأن أكثر من 30% من هذه العطل تكون لمناسبة أيام الأعياد والمناسبات الدينية.